يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، علمنا أن المشركين قد أقروا بتوحيد الربوبية وأنكروا توحيد الإلهية، فما موقفهم من توحيد الأسماء والصفات؟ داخل توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، يعني يقرون بأن الله هو الخالق، هذه صفة، اسم وصفة، ويقرون أن الله هو الرب، الربوبية داخل، يقرون بالأسماء والصفات. نعم، لكن ما ينفعهم هذا لأنهم ما يتعدوا توحيد الربوبية. نعم.